بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هعمل معاكم المخاصي بطريقه ايه، زي الشاورما او الشاورما الفراخ او شاورما اللحمه. الطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت. نشوف المقادير معايا دلوقتي. انا عندي المخاصي بتاعتي اهي، غسلتها كويس اهي، وهمسكها كده وهبدا افتحها من جوه عشان اشيل الجلد اللي فوق ده نهائي. عشان الجلد اللي بره ده بيزحلق في الايد. بسم الله. بحاول افتح كلها هي علشان اخلي الجلد اللي عليها ده كله اهو. هي المفروض احطها تتجمد شوية علشان تعرف ايه، عشان اعرف اطلعها كلها من الجلد اللي فيها. هبدأ اخليها واحدة واحدة كده. هي السكينة مش نافعة معايا، فانا هبدأ اخلي بايديا احسن عشان ما تتهرتش مني. هخلي التانية بقى وارجع لكم تاني. انا خليتهم دلوقتي اهو، خليت المخص بتاعتي هي كلها اهي، طلعت منها ده طبعا، ده كله هيترمي في الزبالة. وهبدأ بقى اقطع دلوقتي معايا هي. بسم الله. هي عايزة ايه؟ سكينة حامية معايا. ثواني هجيب سكينة اهي، قسمتها نصين اهي. بسم الله. هتقطعها كأنك بتقطع ايه، فراخ او اللحمة. هجيب التانية برضه، هي نفس النظام، هقسمها نصين. هي طريقة المخاصي دي، المخاصي دي لها طريقتين ممكن نعملهم بيهم. تعمليها بانيه او تعمليها كده زي الشاورما زمان، هعملها دلوقتي زي ما انت عايزة بقى. انا هعملها بالطريقة دي بقى بعد ما قطعتها كلها. هي عندي في الطبق اهي، عندي صينية على البوتاجاز اهي، حطيتها على عين البوتاجاز اهي، حبة زيت سخنتها الأول الصينية اهي، حطيت الزيت. بعدين الزيت عندي سخن اهو، هجيب بقى المخصة هنزلها اهي، هشوحها كده. انا ممكن اقطعها ارفع من كده، بس كده انا عايزاه التقطيع ده حلو. هفضل اقلب فيها كده في الزيت، مش هتاخد مني دقيقتين ثلاثة.
اهي هبدأ هنا بقى احط لها. عندي فلفل اهون مقطعه شرايح احمر او اخضر زي ما انت عايزه، وعندي فصين ثوم، اقلب بس كده. اجيب بقى فصين ثوم بتاعهم اهرسهم، عندي بقى ايه احط لها ايه نص معلقه كزبره ناشفه وفلفل اسود نص برضو معلقه، مش هحط اكتر من كده. انت بقى عايزه تحطي بهارات تانية اختيار زي ما انت عايزه. هحط ايه الملح بتاعي برضو نص معلقه صغيره، مش هتاخد مني حاجة. الطريقة التانية بتاعتي المخاصي برضو هتبقى مثلا هجيب حبة مية مغلية واحطهم على البوتاجاز اسيبها لما تغلي قوي، وبعدين هنزل بقى فيهم المخاصي اغسلهم كويس وانزلهم، وبعد كده احط بقى البهارات بتاعتي كمون فلفل اسود ورق روة حبهان عود قرفة، واسيبهم تتسلق تاخد غلوتين، وبعد كده هشيلهم واقوم جايه مفضياهم الجلد اللي فيهم، وبعدين هقطعهم برضو زي كده وهحمرهم بقى ايه زي البانيه كده وبيض ودقيق وفيجيتار زي ما انت عايز. بس الطريقه دي حلوه برضو، انا جربت الطريقه التانية قبل كده وتجرب الطريقه دي معاكم، يا رب بقى تعجبكم ان شاء الله. هي دلوقتي عندي خلصت اهي، تبلت الفلفل معاها هي كده تمام بقى، هرفع عليها واقدمها دلوقتي. وكده بقى يكون الشكل النهائي للمخاصي اهي. يا رب بقى تكون الطريقه دي عجبتكم، ما تنسوش بقى تضغطوا اللايك والشير، وما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس الكل عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.